يمكن من أهم الملفات اللي موجودة وبتحاول الدولة اللي هي تتصدى ليها خلال الفترة اللي فاتت فكرة التلوث اللي موجود في البيئة البحرية، لأن للأسف في زيادة ملحوظة جدا في نسبة التلوث بكل أشكاله، وخاصة التلوثات الناتجة عن المواد البلاستيكية اللي بتتضمن أنواع يعني لا تحلل أبدا وبتبقى موجودة لآلاف السنوات. علشان كده في تحرك كبير لمواجهة تلوث البحار والشواطئ المصرية. هيكلمنا عن الملف ده الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك وعلى أستاذ المشاهدين، وصباح الخير على مصر. صباح الخير. صباح الخير. يعني طبعا زي ما حضرتك أشرت، طبعا ده ملف مهم جدا وأخذ اهتمام عالمي كبير. صحيح. خصوصا برضو إن احنا في مصر إن شاء الله هنستضيف هذا العام أكبر مؤتمر في العالم لتغير المناخ، وهنستضيفه في مدينة طبعا شرم الشيخ، أحد مدن يعني المهمة جدا بالنسبة لنا للسياحة وغيرها. دكتور، عاوزين نعرف بقى الجهود والإجراءات اللي انتوا بتعملوها كجهاز لمواجهة تلوث الشواطئ المصرية تحديدا. هو احنا بنشتغل على كذا محور. أولا المحور اللي هو كان التشريعي، ازاي نحط إطار تشريعي يعني يجرم أو يمنع استخدام على سبيل المثال الأكياس البلاستيكية. نعم. اللي بعد كده بتنزل في المجاري المائية أو في البحار أو في الخلجان. وده اتحقق بإن احنا عملنا قانون المخلفات اللي صدر في 2020، واللائحة التنفيذية بتاعته إن شاء الله تصدر خلال أسابيع، وفيها مواد بتمنع أو تحظر استخدامها على سبيل المثال الأكياس البلاستيكية. فده بالجانب التشريعي، وكان جانب مهم جدا يكون موجود في مصر. طب القانون ده هل بيجرم وفي عقوبه للي بيعمل كده؟ احنا بدانا فيه بالاكياس البلاستيكيه، لانها الاكياس البلاستيكيه بصراحه كانت اكتر، مصر بتستخدم اكتر من 14 مليار كيس في السنه. معظم الحوادث اللي يعني بتؤثر على البيئه البحريه اللي موجوده مثلا في مواقع زي البحر الاحمر وغيرها بتكون نتيجه استخدام الاكياس اللي بتنزل في الشعاب المرجانيه وبتخنقها. وده فعلا صريح في القانون، وفي ماده عقوبات فيه بتدي غرامات عاليه على اللي يخالف عدم استخدام الاكياس البلاستيك. في اليات يا فندم بتحكم العمليه دي، مساله المخلفات الموجوده على الشواطئ المصريه، اليه لرصد هذه المخلفات؟ بالظبط. احنا طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان احنا جهاز شؤون البيئه ليه اكثر من 16 فرع على مستوى الجمهوريه، ومنتشر في الاماكن الحساسه زي اسكندريه او البحر الاحمر او المناطق الغردقه وغيرها. فاحنا من خلال الفروع الاقليميه لجهاز شؤون البيئه بنتم رصد هذه المخلفات. وزي ما حضراتكم عارفين احنا مصر مشتركه برضو في الهيئه الاقليميه لحمايه البحر الاحمر و خليج عدن، اللي هو اتعمل في 1982، وهدف رئيسي من هذه الهيئه اللي بتشترك فيها مصر والسعوديه واليمن والسودان حمايه بيئه البحر الابيض بيئه البحر الاحمر، ومنها عمليه رصد وعمليه تنظيف المخلفات البلاستيكيه او بيسموها مخلفات او القمامه البحريه. واحنا من خلال هذه الفروع بيتم عمليه الرصد، بنشترك في مشروعات لعمليه التوعيه، لأن ده جزء مهم جدا جدا للجماهير والجهات المختلفة. وكمان بنعمل تجميع، وهذا التجميع برضه بيتعمل له تدوير، وبنشترك في ده مش بس مع الجهات الحكومية ولكن مع القطاع الخاص، مع القطاع البنكي، مع القطاع، مع الشباب، منظمات الغير أهلية. واحنا عملنا أكتر من أنشطة مع المنظمات الغير أهلية والشبابية بالذات، لأنهم فعلا عندهم يعني حماس شديد جدا جدا. على سبيل المثال عملنا مبادرة مع داري نايل بأحد الجهات الغير حكومية، وبدأنا حتى في القاهرة هنا بتجميع البلاستيك من النيل وعملية التدوير بتاعة هذه الأكياس أو المخلفات البلاستيكية، وإشراك الصيادين في عملية الجمع. ودي كانت برضو من الحاجات المهمه واحد النماذج اللي ان شاء الله هتتعرض في الكوب 27 في الكونفرنس، احد نماذج النجاح.
ان شاء الله. طب دكتور علي، يعني خلينا يعني نستغل بقى وجود حضرتك معانا في برنامج صباح الخير يا مصر، ونوعي الساده المواطنين او المشاهدين، يعني يمكن في ناس عندهم قصد بترمي اكياس، بترمي مواد او مخلفات بلاستيكيه في نهر النيل، في الشواطئ، في غيرها من يعني الاماكن البحريه بشكل عام او النيليه، نقدر ازاي نوعيهم على خطوره ده؟ عاوزين نعرفهم ايه خطوره ده عليهم. طيب ده طبعا سؤال مهم جدا، وعايزين ناخد الموضوع بطريقه ثانيه خالص، ان موضوع تاثيرنا على البيئه ليه اثر اقتصادي كبير جدا واثر صحي وليس اثر بيئي فقط. صحيح. على سبيل المثال ان احنا الاثر الاقتصادي للشواطئ، احنا طبعا عندنا في منطقه البحر الاحمر اجمل شواطئ في العالم وبطيئه الشعاب المرجانيه، وربنا حبانا حتى في الجانب المصري. هنا انا اقصد في سؤالي تحديدا يا دكتور الاثر الصحي على المواطن، بس نسمع الاثر الاقتصادي برضه. الاثر طبعا الصحي زي ما حضرتك عارف، البلاستيكات دي كلها مواد بتروليه. نعم. واستخدامها او حرقها بيؤدي الى انبعاثات، دي طبعا بتاثر تاثير شديد جدا على الصحه، واي استعمال لها بطريقه غير رشيده، لان احنا طبعا مثلا الاكياس البلاستيكيه بنستعملها 20 ثانيه وبتفضل في البيئه لاكثر من اكثر من 500 سنه ما تتحللش، فلها اثر كبير، بتخش في سلسله الغذاء وغيره. ففي اتجاه عالمي لمنعها على مستوى العالم، ودول فعلا قللت لاكثر من 70 و80% من سنين، واحنا في مصر يعني محتاجين نقول للمواطن ان ده لها تاثير صحي، تاثير اقتصادي، لان لو اثرت على السياحه اللي احنا بنروج لها، كل السواح بيجوا من مستوى العالم عشان يشوفوا الشعاب المرجانيه، لو انا خنقتها او موتها استخدام هذه النوع من الاكياس طبعا هتقلل نسبه السياحه عندنا، تاثر على الاقتصاد القومي. صحيح. طب عايز اسال حضرتك يا دكتور علي كمان عن مساله اعاده التدوير، ويمكن احنا الثقافه دي ما كانتش موجوده عندنا بشكل كبير، لكن الناس الحقيقه من كتر اللي بيحصل حوالينا والتغيرات المناخيه ابتدوا يحسوا باهميه الموضوع. طبعا موضوع التدوير ده بقى موضوع اساسي. بلد زي الصين، بلد كبيره جدا جدا، عملت استراتيجيه اللي حاجه اسمها الاقتصاد الدوار، بتعتمد على استخدام كل انواع المخلفات واعاده استخدامها مره اخرى للحفاظ على الثروات الطبيعيه، مش بس للاجيال الحاليه ولكن للاجيال القادمه. فثقافة التدوير دي ثقافة مهمة جدا جدا في كل القطاعات للحفاظ على مواردنا وترشيد الإنفاق وحماية البيئة. والدولة من خلال وزارة البيئة ومن خلال قانون المخلفات بتشجع الاستثمار في مجال تدوير المخلفات وريادة الأعمال في تدوير المخلفات، لأن دي لها بعد اقتصادي وصحي وطبعا بعد اجتماعي، خلق فرص عمل بنسميها ديسنت جوبس او وظائف مهمه جدا. صحيح. القطاع يعني مصر طبعا اشتركت في العديد من الاتفاقيات الدوليه، وحاليا احنا بالتعاون مع الامم المتحده، برنامج الامم المتحده للبيئه، اطلقوا هم حمله بحار نظيفه. عايز اقول رقم سريعا، ان طبقا للدراسه بتاعت الامم المتحده بتقول ان لو استمرينا في معدل استهلاك البلاستيك على هذا النحو 2050 هيكون كل طن سمك يقابله طن ونص بلاستيك في البحار، بمعنى ان الاسماك هتعوم في بحر تدمير للحياه تحت الماء. طبعا يعني دكتور علي ابو سنه رئيس جهاز شؤون البيئه، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا النهارده. يعني رقم مهم وبالتاكيد لازم يتم بالظبط وضعه في عين الاعتبار.